همك لا تقول همي وحدي همي همك أنا منك وانت مني همي همك همك لا تقول همي وحدي همي همك همي أنا منك وانت مني انت لو عشت همي وانا لو عشت همك صارت الدنيا احلى وخفي همي وهمك انت لو عشت همي وانا لو عشت همك صارت الدنيا احلى وخفي همي وهمك همي همك لا تقول همي وحدي اضحك اضحك ما يهمك همي همك همي همك اضحك اضحك ما يهمك همي همك همي همك انت لي وانا صديقك انت همك عندي ضيقك انت لي وانا صديقك انت همك عندي ضيقك ما تعكر في طريقك يا صديقي يا صديقي ما يهمك يا صديقي ما يهمك همي همك همي همك همي همك هذا المسلسل برعاية ماريتي شوب الحلو يكمل بيه زبادي الهنا زبادي طول السنة رمضان كريم مع نور سبو كريستال متوفر أيضا برائحة البخور بسكويت بوربون من ليجادور الطعم الذي يعشق تال بالقوة الرباعية ضفنار الإنزيمات الذكية اللي هتقضي على البقع كلها بغسلة واحدة كل إنزيم عارف طريق بقعته وهيقضي عليها بقوته كريستال بالإنزيمات الذكية متوفر أيضا برائحة البخور للمانجو عشاق وللشوكولاتة محبين وللكاسترد والفراولة معجبين فإذا كنت من هؤلاء فإليك بسكويت كلاسيك كريمز من ليجادور بسكويت كلاسيك كريمز من ليجادور الطعم الذي يعشق الآن سندباد ليندا وباندا شوكولاتة أكثر جودة أفضل حجم أكبر وبنفس السعر وجديد سندباد سندباد بنكهة التوت من كنوز بسكوت ماري منتي شوب كل شيء بيحلى بيه كل الحلو بيكمل بيه طول ما في تي شوب ماري ماري تي شوب لذيذ وخفيف ماري تي شوب الحلو يكمل بيه زبادي الهنا زبادي طول السنة زبادي الهنا زبادي طول السنة طول السنة طول السنة زبادي طول السنة زبادي الهنا زبادي طول السنة يرضيكم يا خلق يرضيكم يا أهل البلد يرضيكم اللي بيعملوا عتريس في الناس يرضيكم اللي بيعملوا العمدة في شطر شطر الغلبان عايزوا يدفع الشرط الجزائي من علاج بنته ده الافتراء ده الظلم ده يا خلق يا اللي ساكتين على الظلم احنا حتى صعايدة ومعروف عن الصعايدة انهم بيكرموا الغريب ويحطوه فوق راسهم من فوق
مش كده ولا لا يا رجالة؟ يا أهل البلد، عتريس افترقوا يا أهل البلد، مش مكفيه الظلم والإهانة لنا وياخد الأرض بتاعتنا والكماع وبتاعنا والسماد ويبيعه لنا بالغالي. ما ينفعش الكلام ده خالص يا أهل البلد، كله ده وسكتين وصابرين، لكن توصل إنه يهين ضيوفنا؟ لا، ما ينفعش الكلام ده خالص. عندك حق، الناس دي ضيوفنا وما نرضاش بالظلم. الناس دي ضيوف عندنا، بينا على المعلم عتريس نوقف عند حده. يلا بينا. يلا يا رجاله. يسكت عتريس، 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 يسكت عتريس. صباح عليكم يا حضرة جناب العمدة. في أهريه يا حضرة جناب العمدة، الناس في البلد زعلانة من حكاية الشرط الجزائي اللي انت عملت على رزق ده، خصوصا المؤاخذة على اللي هيدفع الفلوس دي. شوتر وشوتر القرشينات دول محوشهم عشان اعالج بيهم بنتي. دي تقول ايه يا حضرة جناب العمدة؟ الراجل ضيف وكرام الضيف يعني المؤاخذة يعني ان احنا نساعده، مش نخنق ونسيب بنتها تموت. حرام برضك. حرام حرام فعلا، بكرة هنموتها ان شاء الله. يا حضرة العمدة في ايه؟ في ايه؟ اسمع يا عمدة، احنا جايين نرجع حجة الارض لام جمعة ومن غير الشرط الجزائي كمان، كفاية دول. في ايه؟ صبرين عليك وساكتين من بدري وتكسر رقبينا مع شوتر؟ لا. وانتوا دخلوكوا ايه في الموضوع ده؟ كل واحد على بيته. يلا مش هنمشي من هنا الا لما ناخد العقد بتاعة ام جمعة. هريدي اصرف الناس دي. اصرفهم. اصرف اصرف ايه يا جلب العمدة؟ هم شوية عفاريت عشان نصرفهم؟ دول ناس بني ادمين عندهم مروءة، حسوا بالغلبان اللي جاي يزورهم ضيف عندهم، ياخدوا الفلوس بتاعته اللي هيعالج بها بنته عشان طبعك وقشعك. انا طول عمري نسمع كلامك، لكن اللي بيظهر ده يا جلب العمدة لا ولا يا رجالة. باكية اعلى مفخلكم اركبوه، سامعين؟ يا اخوانا يا اهل البلد، احنا هناخد من عمدة عتريس عقد البيع بتاع ام جمعة بالقوة. لا ما ينفعش معاك الا القوة يا عتريس. سالم لا لا يا جماعة، يا جماعة لا، صلوا على النبي يا جماعة. عليه الصلاة والسلام. يا جماعة يا جماعة، انا جيت وانتم سادين حبايب، واشتي امشي من هنا من الصعيد وانتم سادين حبايب؟ انا من كرش موقفكم الشهم والنبيل يا سالم، انتم اهل الصعيد ومش غريب على اهل الصعيد الموقف الشهم به. انتم ناس اصايل وعرب واشهم وارجل العرب، لكن انا مش يكون سبب خلاف بينكم بين شيخكم، لذلك اسمحوا لي ارد الفلوس للشيخ عتريس عشان ياخذ ورقه ام جمعه. خذ يا شيخ. هي الفلوس دي فلوس علاج بنتك؟ ايوه. انتوا احرقتوني، خذوا الفلوس ليكم. شكرا يا شيخ عتريس، الله يبارك فيك، شكرا على هذا الموقف. بس انا لي رجاء. انت تؤمر يا شوطر، انت احرقتني عشان الناس يحبوك حبهم، وعشان يثقوا فيك ثق فيهم. صدقني يا شيخ عتريس، نصيحه من اخ، حسس الناس هذم الطيبين انك معهم مش عليهم، وهم بيحبوك. خلاص هنفتح صفحة جديدة. طب والسماد والمبيدات اللي انت مخزنهم ومش عايز تطلعهم للفلاحين إلا بالسعر الجديد؟ يا هديدي من بكرة توزع المبيدات، عديني اقول لك اهو تعملها دلوقتي. ابيع لهم بالسعر القديم ولا السعر الجديد؟ بالقديم. خلي بالكم الفلوس دي دين عليكم. تاني يا جناب العمدة، بهزر معاكم. يا جماعة اكرر شكري لكم وللشيخ عتريس، ويعلم الله ويشهد الله ما ننساكم وما ننسى طيبتكم شهامتكم. والآن اسمحوا لي أنا وعائلتي نمشي ونرجع اليمن، وقبل ما امشي اشكر لكم، يشهد الله أننا حبيناكم حبينا بلادكم، وإن شاء الله نزوركم مرة ثانية. هتوحشنا صوته، قرر الزيارة دي تاني. يا شيخ عتريس، شيخ عتريس علي الطلاق بالثلاثة، اني معجبة بيك قوي قوي قوي، وانت انسان جدع وانا معجبة بيك وحتنوشحني.
لما ايه ده؟ مين ده؟ انا جوزو. جوزو؟ ايه مراته. مراته. اهلا وسهلا. مع السلامة يا سيد. مع السلامة. مع السلامة. عشق تذوب في حب الشوكولاتة الناعمة التي تغوص في أحضان بسكويت بوربون المقرمش من ليجادور. بسكويت بوربون من ليجادور، الطعم الذي يعشق. مش أنا نسيت أقول لكم، ومن ساعتها وأنا مش بسمع كلام الصغيرين، وخصوصا المواضيع اللي فيها المكرونة. مكرونة المائدة، اسباجيتي وشعرية ومقصوصة. مكرونة المائدة، أصل المكرونة. بسكوت ماري منتي شوك، كل شيء بيحلى بيه، كل الحلو بيكمل بيه طول ما في تي شوك. ماري ماري تي شوك، لذيذ وخفيف. ماري تي شوك، الحلو يكمل بيه. تال بالقوة الرباعية ضفنار الإنزيمات الذكية اللي هتقضي على البقع كلها بغسلة واحدة. كل إنزيم عارف طريق بقعته وهيقضي عليها بقوته. كريستال بالإنزيمات الذكية، متوفر أيضا برائحة البخور. الآن سندباد ليندا وباندا، شوكولاتة أكثر جودة أفضل، حجم أكبر وبنفس السعر. وجديد سندباد، سندباد بنكهة التوت من كنوز. زبادي الهنا، زبادي طول السنة. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. اتخلقت صعيدي جدع جدع، لفيت انا بلاد وبلاد، لفيت انا بلاد وبلاد. نعيني. يا اهل العرب، يا اهل اليمن، يا اهلي وناسي. دور قلبي. انا صعيدي من مصر، بحي اهلي وناسي. اوعوا تفتكروا ان انا ناسي حبايبي في اليمن، واختي ام جمعه برضو مش ناسي. ومصري يا اخوانا برضو ما انساش اهلي وناسي. وانا صعيدي صحيح صعيدي، يا بيت حلاوه على الصعيدي. بتجيب لي اينا سهاجي، اينا اسيوطي، اينا بالميديا الميديا جيناوي. والله يا جماعة بصراحة أنا مش متوقع كل الحب اللي حبوه لكم أهل البلد، وتعلقوا بكم بشكل جامد والله يا عم شوكر. أي والله، وإحنا حبيناهم من كل قلوبنا والله. يا رجل يكفي الموقف الشهم والأصيل أهل الصعيد معنا. والله يا أبا، لولا موعد المستشفى ما كنتش تخرج من الصعيد، ذكرني بنقرية حقنا. على فكرة يا شوتر، أنا سلمت أرض لسالم، هو هيخلي باله منها وهيحافظ عليها. خير ما فعلتي، أصل سالم ذي محترم وفاهم ورعوي، رعوي اصيل. اي والله بتوحشني البلد قوي، توحشني قوي. زنباع ايه بنت يا زنباع؟ وات والنبي، مش هتوحشك الصعيد والبلد الحلوه دي؟ صعيد حرام عليكي، والرب مكابل الصعيد، وحشتني قوي قوي قوي. حتى انا دلوقتي حبكي عليها، بس بيني وبينك مقريه حقنا، واهل الحديدي واهل تامه وحشوني اكثر، خاصه ولدي ذاك التافه الحقير جعفر وزوجته امل وحشوني. اي والله معك حق، حتى انا مشتاق لمتهايم، وانا في دم تهايم محلاك يا متهايم. وطائر مغربي بيوجه سنة متهايم، قلبي ظناهم أذاب. تك 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 متهايم تك. يا جماعة افتحوا الباب، تعبنا احنا، انت عارف ان احنا مسافرين. اعوذ بالله من ذي.
يا معين. مين دي؟ مين دي؟ انت مين يا ماما؟ اللات والعزة لاقتلن هذا الحجر بهذه ال بهذه الماشة هذه الكنافة البيت اللي قال لي يا ستعود أبوك يعني لما مؤاخذة يعني غاوي يتفرج على مسلسلات تاريخية كتير عارف أنا كل ما أشوف أبوك ويعمل أحس إن أبو جهل ولا أقول لك أبو لهب أبي وأبو جهل إيه طلع بمنظرين ده ولا إيه؟ افتحي يا غريمة إلى على مفتوح أهلا وسهلا يا الف الهرم يا زيخ سي حمد الله على سلامتك ويا اختي جيتك وردت فيا الروح اهلا وسهلا بيك يا معلمه فتون نورتي اهلا وسهلا كيف حالك يا معلمه فتون ايه يا وليه ده الاحمر اللي انت لابساه جات لك الحصبه ولا ايه اهلا بعديك يا تستمعي اول مره في حياتي اشوف قاعده تحطوا الكلاشبات هنا قبل ما احطهم في ايدك الكلبسات وانتي يا اختي مالك لمونة في بلد قرفانة في ايه؟ شفايفك طلعت عند ودانك هبطيهم شوية لا يتعلقوا حكم جاتك القرف قوم يا بنت خلينا نرتاح قوم يلا 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 لا اجلسي براحتك براحتك تمشي ولا حد يلا الهي تنامي ما تقومي اهلا وسهلا نورتي نورتي كمان نورتي يا شطرتي اه وحشيني وحشيني كمان يا شطرتي وحشيني ما كنت رميتها في اي بركه وانت معدي يا عم شطره ما شاء الله يعني انا شايف القعده بقى يا حبايب انا طبعا انا بقى يلا يلا روحوا نام عشان بكر بدري ونروح المستشفى نوديه شفيقه شفيقه اه انا شفقان عليك بصراحه انا صعبك الله يتعليك رزق مع السلامه مع السلامه معلم انت حلو معلم فتون انا كويسه قوي والله فقدلك انا مشتاق مشتاق لك مين هناك وانا بقول فين دي فين دي معلمه فتون الدنيا مش مظلمه كده وانت مش موجوده الا صادق اكيد اكيد الدنيا لازم تظلم تقول الضفدع ده ما جنبك يعني ايش الضفدع دي الضفدع بالمصري باليمني معناته قوم هناك قوم هناك انا بدي اعرف حاجه ام جمعه روحت ايه ام رجال روح له ايه والاخت دي قاعده هنا بتعمل ايه ما هو ما تروحي احنا عاوزين نرتاح لا لا عيب عليك يا زنبقه ما حد يطرد الضيف من البيت عيب سيبها سيبها هي كده لسانها متبري منها كلامها حجر حجنجر كتكنيلك منظرك دي سنه مفلوقه احسن لك والله لا اضربها والله لا خلاص عيب عيب بقول لك البنت سنيه دي انا جبتها لكم بدل فتحيه اهو احنا استغربنا اول ما شفناها يعني فتحيه وينها فتحيه فتحيه جوزها اليمني جاي هنا مصر وهي اجزت شويه عشان تنزل تدور عليه ان شاء الله باذن الله تلقاه يا رب وتخلوه يعترف بنته بلقيس ويعملوا لها جواز وبطاقه والله العظيم انها تقطع القلب بس بصراحه بلقيس بنفتقدها كثير والله لا ما هي قالت لي انا هعمل لهم زياره واجيب بلقيس معايا ان شاء الله بحبكم قوي واحنا والله نحبها كثير يلا انا قلت اطمن عليكم اطمنت عليك واعرف ان انت بخير وبصحه جيده يا معلمه ده شعر كل شغل يا لا احسن منك يا قرعة يا بنت ده يا بنت ده مش زي العسل انا يعني مش طايقاكي يلا تصبحوا على خير يلا وانت من اهل الخير وانت من اهل الخير مع السلامه سلامتك يا شيخ عوض انزل اجيب لك جرعه من الصيدليه احنا ناخذين جرعه احنا عورت انا خلاص يا عم بقى موت بقى ظاهر ان انا زيادة العيار شويه يا جماعه انا مزنوق بعد اذنكم اوصل لحد المطبخ اغير زيت بس واجي يا عم بطول يا عم هو حد شايلك يا عم مش شايلني انت بس لسان 10 متر على الفاضي خلاص قوم انت بقى يا ايوه هات لي بقى انا دي الشرب الصح بقى اهو الشرب الصح اهو هتموت ده ما فيش شرب صح هذا المسلسل رعاية ماريتي شوب الحلو يكمل بيه زبادي الهنا زبادي طول السنة رمضان كريم مع نور
هو كريستال متوفر أيضا برائحة البخور. بسكويت بوربون من ليجادور، الطعم الذي يعشق. زبادي الهنا، زبادي طول السنة. زبادي الهنا، زبادي طول السنة. زبادي طول السنة. طول السنة. زبادي طول السنة. طول السنة. زبادي الهنا، زبادي طول السنة. ليجادور عشق لأحلى مذاق. أكلات تشتاق لها الأوقات. الذواق رمضان كريم مع سم ليجادور، الطعم الذي يعشق. الآن سندباد ليندا وباندا، شوكولاتة أكثر جودة أفضل، حجم أكبر وبنفس السعر. وجديد سندباد، سندباد بنكهة التوت من كنوز. بسكوت ماري منتي شوك، كل شيء بيحلى بيه، كل الحلو بيكمل بيه، طول ما في انتي شوك ماري. ماري تي شوك، لذيذ وخفيف. ماري تي شوك، الحلو يكمل بيه. تال بالقوة الرباعية، دفنار الإنزيمات الذكية اللي هتقضي على البقع كلها بغسلة واحدة. كل إنزيم عارف طريق بقعته وهيقضي عليها بقوته. كريستال بالإنزيمات الذكية، متوفر أيضا برائحة البخور. التزكم مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكل. دايم سوان ولا بلاش. يا سلام. نيلت مغاني مغاني ودق علي الباب. ولد ما ماكينة. عايزك يا شيخ أنا داخل المطبخ عشان أعمل كوباك كركريه. من هنا يلا. تسمع الخير عاد. الله عليك. أنا النهاية تبقر جيلا أنت بكارم شباب وأم عمر اللي بأكلا شاكم وارجد لي أحسن لي من ذنب تلفزيون. مال ابو لهب اللي كان هنا راح فين؟ اكيد دخل ينام. يا عيني زهبة مع الريح. يلا في 60,000 عبد الله السلامة. انا كنت قاعد فين بعمل ايه؟ الانفاس يا عوض يا عوض. جاي لك عوض. مساء الخير. يا نهار اسود، هو ماله ده؟ شيخ عوض، يا شيخ عوض الحق حلمي. صاحبك راح. راح شيخ فين يا حوده؟ شيخ عوض راح راح راح. يا عم انت بتهزر، مش وقته. تعالى شوف الراجل فيه ايه. شيخ عوض يا حوده، يا حوده اتفقنا ليه؟ في ايه؟ يا نهار اسود. عوض عوض نهار اسود، ده شكله مات. عوض 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 عوض. ايه ده؟ ده مات ده ولا ايه؟ انا مش فاهم في ايه. عوض عوض هويل هويل اهو هويل اهو هويل. وبعدين ايه العمل؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ العمل مش عارف اعمل ايه. تعالى بقى ناخده ونروح المستشفى من غير ما ابوه يحس. يلا بينا بسرعه. احسن ابونا لو قفشنا بره هيصطدنا على جذع النخله في الصاله. يا عم جذع النخله مش وقت الراجل يموت. شيل بسرعه. يلا اجري بسرعه. عدي يا
ده الدكتور. دي الممرضة معايا. اسكت. لا لا الحمد لله احنا عملنا له غسيل معدة والحالة الحمد لله استقرت. طب ممكن بعد ما حضرتك غسلته ناخده احنا نكويه بره ونروح ولا؟ لا 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 ما ينفعش، هو لازم يقعد هنا عشان نطمئن عليه. انتوا ممكن تروحوا. طب انت ممكن تروح حد؟ لا ما انا قاعد معاك وانا بقى. لا يا حود انا اقعد انا معاه لحد الصبح اما نجيبه ونروح. لا انا يعني معاكوا برضو ونروح سوا برضو عشان اسنده معاك. انت رخم قوي يا حوده. انا حوده اللي كنت بضرب معاكوا الانفاس. مش بقول لك رخم؟ عال 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 جميل. في تحسن ملحوظ. جميل يا شفيقة جميل. يلا خدوها على غرفة العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي؟ بسم الله. تفضل. يا عوض انت عندك صداع شديد قوي يا عوض. ايه يا عم ده انت قاعد تضرب في محاليل لحد ما اتحللت؟ ده انت خددنا عليك بجد يا عوض. ده الممرضة قصدي ده حوده اللي كان قاعد يضرب معانا الانفاس تحت الشجر. حوده 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 وانت مين؟ نعم انا مين؟ انت فقدت الذاكرة ولا ايه يا عوض؟ حلمي يا عوض حلمي. ابي مش عارف. ابي لا يعرف اي شيء. ابي جهل قاعد قدام التلفزيون يضرب في كليبات وخدناك وتسحبنا بيك من غير ما هو يحس. ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. ده انت كويس قوي. انا هكتب لك خروج ها وهكتب لك شويه دواء. كده قلم. الحمد لله. تاخدهم بانتظام لما تخرج. الحمد لله. 3 تايمز ديلي ثلاث مرات في اليوم. لما قالوا خير. وده معلقه كبيره تاخدها قبل النوم. واضح؟ ماشي. الف سلامه ليك يا زعيم. هاتها من الصيدليه. ماشي يا دكتور. يلا اروح اجيب له العلاج. جيب لي عصير. حاضر يا عوض. عصير عصير يا عوض. قصب. قصب قصب ايه؟ قصب مجاري. يا اخي بقى ريح انت شويه خنقتني معاك يا عوض. الف سلام عليك يا شيخ عوض. والله سامي. الف سلام عليك يا شيخ سامي. كلها سامي. عال عال عال. طب ما تاخده شوف فرق. لا 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 فاهمين فاهمين. اتفرجي. نفهم نفهم. يلا الإشاعة كويسة وأنا هكتب لها على علاج تمشي عليه بانتظام لمدة 6 أشهر. يا سلام إن شاء الله بإذن الله تنتظم بالعلاج. بس يعني نقدر نروح اليمن الآن؟ اليمن؟ آه آه ممكن. يعني أهم حاجة تمشي على علاج 6 أشهر وما تبذلش مجهود وما تشيلش أي حاجة تقيلة. واه 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 دي يعني ايش؟ يعني هي ما تشيلش حاجه ثقيله ولا يمكن تروح تحطم ولا تعلف ولا تبوك امبير تعب لا معيو ولا تعمل اي حاجه يا موزه. بس حضرتك انا مش فاهم منك اي حاجه. حتى انا اهم حاجه يا عم هنعدي ازاي يا عم سوا في الباب انا وكل شيء على راسي. ايه يا عوض انت رايح فين يا عوض؟ الطريق من هنا يا عوض. في واحد يمن جالي امبارح وانا عالجته بنفسي بس هو خرج النهارده بس ما اسموش عوض ده اسمه سامي. سامي عاشت الاسامي يا سامي. حبيبي حبيبي روري كيف حالك؟ روري يا يا كيف؟ عوض الطباخ هنا؟ عوض عوض you
في يمين مصر قناة السويس، حاجة فوق مصر البحر الأبيض. إيه؟ شيء تتمناه الخسارة؟ إيه شيء تتمنى الخسارة دي؟ مش في السؤال التاني بيقول إيه؟ شيء تتمنى الحصول عليه بعد كل خسارة فادحة. عوض 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 كانت فين؟ عوض دي من بدري. عوض صح، عندك حق. يا كانت فين يا بندم؟ يا بندم عوض عوض من بطاحي يا بندم. هي ضروري تقبضوا عليه، ضروري تحبسوه. عوض مين وبتاعت؟ انتوا عايزين ايه؟ اسمعني يا حضرة الطابز، زي ما يقدرش يفهمك. لا عوض هو اللي ابوه مش اختفاح، اللي اغتصب من اغتصب نوريا واغتصب في شيكا واغتصب سيارة حكا افتاني، وذا عوض ذا هو اللي مطي جعفر بس. يا ولية انت ايه؟ مين دي يا عم انت؟ يا ليل يا ليل يا عيني، احنا جايين نبلغ عن المدعو عوض ابن طفاح. بس ايه ده يا بس؟ ترجم احبسه. شخرس انت خد. عفوا يا فندم، اصل بصراحه جايين نبلغ عن اللي اسمه عوض ابن طفاح المسكاح السرماح. الراجل ده هربان من مشاكل كتير قوي في اليمن، وسيادتك احنا عارفين ان هو موجود هنا بقى. فالراجل عم شوتر بقى يعني عوض عوض موجود هنا، هو ابوه ده عوض يعني اغتصب بنتي وهرب هناك من سجن، والان موجود هنا هو ابوه. اتبع له على ابو طفاح. ايه عوض ايه اللي انتوا جايتوا؟ هو انا من ساعه ما جيت المكتب ده ما فيش غير عوض عوض عوض، ما فيش ايمن هيثم. ايه الجو ده؟ بعدين يا ونعم بالله يا سيدي ونعم بالله. ايه عوض وايه طفاح وايه حكايتهم الناس دي؟ كيف تبقونا مستشفى وما تحكوناش؟ احنا كنا بصراحه مش عايزين نزعج زورك اكتر ما هو مزعوج يا شيخ. انت هبل، انت زعجنا في ابني، انت حميله. حميله ايه؟ حميله دي يا شيخ؟ انا حميله وستين حميله بين وستين حميله كمان. ايه عوض شايف ابوك بيشتمني؟ عوض عوض يعني ايه حميله؟ لا دعك الهم يا غالي دعاني، همي همك همي همك كل ما عانيت عني. لا دعك الهم يا غالي دعاني، همي همك همي همك كل ما عانيت عني.